انت عاجبك الاداء اللي عمله كولر يعني، او انت عاجبك كولر بصفه عامه يعني؟ انا بتفرج عليك في اون سبورت الحقيقه، وانت بتحلل دايما بتتكلم على كولر بشكل ايجابي يعني. انا عارف ان انت لما يبقى عندك حاجه بتقولها يعني، ما بتقلقش من حاجه، لكن انا دايما بشوفك بتتكلم عن كولر وعن التكتيك بتاعه تحديدا بشكل جيد. خليني اقول لك انه راجل عمل بعض الحاجات المهمه جدا جدا مثلا. اول من ضمن الحاجات اللي عملها ان هو بقى عنده 20 لعيب كلهم جاهزين شبه بعض، ما فيش اي اختلاف، كلهم جاهزين، مين هيغيب عنده البديل موجود. ويمكن شفنا كمان مصطفى شوبيه النهارده حتى لما اتحط في موقف صعب جدا 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 يعني اثبت ان هو حارس مميز، واثبت ان هو مستقبل للنادي الاهلي، ما حسيتش ان في مشكله يعني، رغم غياب الشناوي كان يقلق كل جماهير النادي الاهلي لاني اثبت وجوده بشكل كبير. لما تيجي تبص على كل المراكز اللي موجوده، لا المراكز اللي موجوده كل الناس دلوقتي بقى في منافسه، وبقى كل الناس بقت موجوده دلوقتي، كله خايف على مركزه، فبالتالي كل اللعيبه ما فيش اي اختلاف، مستوى واحد. حسين الشحات موجود، عبد القادر موجود بيستوى الناحيه الثانيه، طاهر محمد طاهر قدام محمد شريف، كهربا في نص الملعب، ديانج مع حمدي مع السلية مع مروان عطية اللي هو يعني بيثبت ان هو لعيب من اللعيبه اللي هتبقى ليها مستقبل كبير سواء مع النادي الاهلي او المنتخب. نفس الحكايه بالنسبه للمدافعين. الحاجه الاهم والاهم جدا 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 ان راجل واقعي، ان راجل بيقرا كل ماتش على حسب انا الماتش ده احتياجاتي ايه، فهلعب بالشكل ده، الماتش ده احتياجاتي هلعب بالشكل ده. جزء مهم تاني دايما كنا دايما النادي الاهلي كان بيعاني منه في المواسم السابقه اسلام، ان هو ارهاق اللعيبه واجهاد اللعيبه، ده انت ما حسيتش بيه مع كولر. لا هو عامل روتيشن بشكل حلو جدا جدا، الفرقه مش متاثره، اللعيبه كلها واقفه على رجليها بدنيا بشكل كبير جدا جدا، رغم انت بتتكلم على نهايه موسم، انما انت شايف اللعيبه كلها واقفه على رجليها بشكل كويس قوي قوي قوي، مفيش حته الاجهاد اللي كان دايما بيعاني منها النادي الاهلي مع نهايه الموسم من كثره الماتشات والبطولات لا ليه؟ لان هو قدر ان هو يعمل روتيشن، ريح اللعيبه بتاعته بشكل كويس، دخل لعيبه، خلى في لعيبه موجوده ما فيهاش في مشكله.